يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ثواب ولا عقاب. ما معنى هذا؟ يعني إن ما دام على وصف الإباحة لم يقترن بأي قاعدة من القواعد التي مرت بنا على حل القاعدة، إننا يعني المباح إذا كان وسيلة لمحرم، يعني ما زالت في ما زال هذا المباح في وصف على وصف الإباحة لا على وصف الوسيلة، بل من مجرد الإباحة لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. طيب، لا يترتب عليه ثواب. تفضل اقرأ الشرح. أحسن الله إليكم. هذا حكم المباح ما دام على وصف الإباحة فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن لو نوى الإنسان بالأكل حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب، لكن بالنية. ما شاء الله، لكن بالنية. انظر، لو نوى شخص أو الإنسان بالأكل، هذا الأكل في الأصل مباح ام لا؟ مباح، لكن نيته حفظ البدن. حفظ البدن، لأن البدن له حق، وقد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بحفظ حق البدن، وأيضا التنعم بنعمة الله. فلبسك الثياب ونويت فيه بأن تتنعم بنعمة الله، فهذه عبادة، هذه عبادة، نعم. فصار فيه ثواب لأنك نويت العبادة في عملك المباح في الأصل، لكن بالنية لابد أن توجد نية في النية في قلبك. طيب، قال يسمى، أحسن الله إليكم، قال ويسمى حلالا وجائزا. قال ويسمى حلالا وجائزا، والحلال في القرآن كثير، والجائز أيضا يعبر عنه عند الفقهاء كثيرا، يقولون يجوز كذا ويباه كذا ويحل كذا ويحل كذا. أحسن، ويحل. لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. انظر، فانتبه، لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. نعم، استمع. أحسن الله إليكم، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، والآيات في هذا كثيرة. فائدة من الشيخ رحمه الله: الجائز، الحلال، المباح. الجائز، الحلال، المباح. الجائز أيضا يعبر عنه عند الفقهاء كثيرا، ويقول يجوز كذا، وأيضا أحيانا يعبر الفقهاء في كتبهم ويباح كذا ويحل كذا. انظر، يجوز، يباح، يحل. يجوز فعل مضارع معروف، نعم،
وأيضا يحل معروف، أما يباح مجهول. فهمتم؟ يباح من يعني في الماضي معلوم أو معروف من يباح إيش؟ أباح، أباح يبيح، أباحه الله هكذا. فالشيء الجائز هو مباح وحلال. نعم، ولذلك يقول يجوز يباح يحل، ولا يقال يجاز لا، ولا يقال يحل لكن يحل. نعم، لأن جاز وحل فعل لازم غير متعدي، وأما أباح فعل متعدي غير لازم. مفهوم أم لا هذه الجملة؟ لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة والجواز. التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة، هذه فائدة، فائدة قرآنية. يعني اليوم أحل ثم أحل، انظر يحل لا يحل، لا يحل. أما يحل كذا يعني يحل مثلا اللحم المشوي. ما معنى اللحم المشوي؟ نعم، دقيق بعمل أي ساتي لحم مشوي. يحل لنا اللحم المشوي، ممكن أن يقال يحل ممكن، لكن الأصل أحل من يحل أحل، يحل أحل، لأن هناك حل وأحل، حلال حل من حل. وأما أحل فلا بد أن يكون الفاعل الله عز وجل أو الشارع الله ورسوله، لأن أحل معناه إيش؟ أجاز وأباح هكذا. وأحل اليوم أحل لكم الطيبة، وأحل ويحل، أحل يحل كما حرم يحرم. نعم، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم. فلفظ حلال أفضل من قولك، من قولك مباح وجائز. حلال أفضل من قولك مباح وجائز. وفي كلمة الحلال فيه كلمة قرآنية اتباعا للقرآن، اتباع للقرآن. نعم، وأيضا لنشر اصطلاحات الشرعية حلال. ولذلك في إندونيسيا، الناسيين يقولون حلال في قولهم حلال، ففكرتهم لا بد أن يعني تطير إلى الإسلام. بس كذا كان من بولي تأبا ثم تقول حلال، ماذا قالوا؟ هذا إسلامي هذا. نعم، لذلك موي قال حلال، لا قال مباه بولي، لا بوتن أبو لا، لكن حلال إسلامي، هذا الطعام حلال هكذا. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله: وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لم يتعلق به أمر ولا نهي، أن يعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح، فمقتضى خطاب الشرعي في الإباحة تكليف. طيب، هناك سؤال. هذه الأحكام تسمى بالأحكام التكليفية. نعم، هذه الأحكام أحكام معلوم، ولكن لماذا تسمى بالتكليفية مع أن من أقسام تلك الأحكام حلال مباح جائز؟ ما هنا ليس هناك تكليف في جواز الشيء، لأن الإباحة يعني اختيارك بفعل أو ترك، أن تفعل هذا دون تكليف أمر وأن تترك هذا دون تكليف نهي، فإذا اختيارك هذا. فلماذا يسمى بالتكليف ويدخل أو أدخل
هذا الحلال في أحكام تكليفية، مع أن في الحقيقة ليست هناك تكليف فيها، يعني ليس هناك تكليف. فقال الشيخ: وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لم يتعلق به أمر ونهي، أنت تفعل هذا المباح، هل من يعني من أي أمر؟ هل هناك أمر لفعله؟ لا، أنت تترك هذا الأمر. هل هناك يعني نهي لتركه؟ لا. لكن قال أن يعتقد الإنسان أنه من قسم المباح فيفعله على أنه مباح. فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف، يعني اعتقادك بأن هذا شيء مباح، يعني أباحه الله عز وجل، اعتقادك ومعرفتك بها بأن هذا مباح، هذا تكليف. يعني اعتقادك، علمك بأن هذا شيء مباح، تكليف. فخطاب الشرع في الإباحة يعني بأن الله عز وجل أباح هذا، فعلمك بأن الله عز وجل أباح هذا الشيء، علمك هذا تكليف. فإذا الله أعلم، فالتكليف تكليف لك، فالتكليف لك في هذا الحكم لا في ذات الفعل أو الترك، لكن في إيش؟ في اعتقادك وعلمك بأن هذا شيء مباح، في اعتقادك وعلمك بأن هذا الشيء أجازه الله عز وجل، ولم تتعلق بأمر أو نهي، فهذا تكليف. ولو كان هذا التكليف شيء يسير، لكن تكليف على كل حال. لا يعني لا تتصور بأن تكليف لابد أن يكون ثقيلا، لا، تكليف ليس هناك شيء يعني يسير جدا، ولا نحتاج إلى أي فكرة كبيرة، لا، مع أن هذا تكليف. مثلا أنا أقول لك يا مفيد، خذ القلم، خذ القلم، أمر أم لا؟ أمر. ثم تأخذ قلم وتدعم، لا لا تدعم، أنت لا تدعم، هذا شيء يسير. أو أنا قلت الشيخ ليدي، يا شيخ ليدي مكانك، أنا أقول له إيش مكانك؟ ما معنى هذا؟ يعني أثبت مكانك، أثبت فيك، لا تتحرك كثيرا كما تحرك هذا الرجل، لا تتحرك كثيرا، أثبت مكانك. طيب، ثبوته في مكانه يعني فيه مشقة أم لا؟ ما فيه مشقة، بل المشقة التحرك مشقة، لا تتحرك واثبت مكانك، فعل ونهي، هل فيه تكليف؟ هل فيهما تكليف؟ فيهما تكليف. هل فيهما مشقة؟ ما يوجد مشقة، ما توجد مشقة. لكن علمك بأني أخاطبك بهذا الأمر، بهذا الأمر والنهي، هذا خلاص تكليف. نعم، مفهوم لا؟ مفهوم يا بطرة، يا شيخ، مفهوم لا يا شيخ؟ ما تفهم؟ الله المستعان. نعم، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف. هكذا. كم دقيقة يا بطرة؟ كم دقيقة قد قضينا؟ 14. طيب استمر إذن. أحسن عليكم. وقال الشيخ رحمه الله: الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاع أو نفوذ أو إلغاء. سيأتي بيان عددها. لكن تعريفها ما وضعه الشارع من أمارات، أي علامات. إذن أمارات معناه إيش؟ علامات. أما كما قال جبريل عليه السلام لي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، كيف؟ ها؟ وما أماراتها؟ ها؟ مع اختلاف الألفاظ، ها؟ أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها، أن تلد الأمة ربتها، إلى آخره. ها؟ إذن الأمارة معناه إيش؟ علامات، أمارات، علامات. وقيل الشارع، لأن غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر،
إذ إن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة أو مفسدة. كيف محللة كيف؟ إذ إن الذي يضع الأشياء محللة إيش؟ محللة أو محرمة أو نعم ها؟ كيف؟ خطأ؟ ها؟ كتابك بالحركة؟ كتابك بالحركة؟ ما ماذا قال هنا؟ إذ إن الذي يضع الأشياء محللة هكذا؟ نعم أو إذ إن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة أو مفسدة أو غير مفسدة هو الشارع. لا 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 مفسدة أو غير مفسدة هكذا هو الشارع. إذن انظر لأن ما تعريف الأحكام الوضعية؟ ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. انظر هذا الأحكام الوضعية. الشارع لابد أن يكون من الشارع. لماذا؟ لأن غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه أثر. الأحكام وضعها الشارع. أما الشارعين الله ورسوله. سوى الشارع يعني الإنسان العادي يعني كمثلنا وضعنا للحكم ليس فيه أثر. ليس فيه أثر لأن الشرع من الله عز وجل ورسوله. ونفينا لهذا الشرع أو لهذا الحكم ليس فيه أثر لأن لسنا الشارع. إذ إن الذي يضع الأشياء إن الذي يضع هذه الأشياء هذه الأشياء وحال هذه الأشياء محللة للحكم محرمة للحكم أو مفسدة للحكم أو غير مفسدة للحكم أو غير مفسدة هو الشارع الذي أبطل الأمر وأثبتها أو أثبته الشارع. من الذي أحل هذا الأمر؟ الشارع. من الذي حرم هذا الأمر؟ الشارع. لسنا من الشارع وما عندنا يعني أوتوريتاس وأمر ونهي للشريعة. فالشارع هو الذي يضع الأشياء يضع هذه الأشياء محللة أو محرمة يعني علة للأشياء. مثلا متى يبدأ وقت صلاة الصبح؟ متى يتبين الفجر الثاني؟ أليس كذلك؟ فجر ثاني صحيح؟ لا فجر الأول. الفجر الأول الفجر الكذب. الفجر الثاني الفجر الصادق. نعم. من الذي حدد هذا الفجر الثاني؟ يعني حدد هذا الوقت بأن الصبح والفجر صلاة الصبح يبدأ وقته من الفجر الثاني. من الذي حدد ذلك؟ الشارع. إذن الشارع أذن يعني من هذا الوقت الصلاة يعني صلاة الصبح. طيب ثم جاء بوترا أراد أن يتحاكم ويحكم بنفسه. لا 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 أنا أريد أن يكون الوقت مقدم إلى الساعة الثانية لأن في الساعة الثانية هناك كرة القدم ليغا تشامبيون. نعم بوترا وضع الوقت لصلاة الفجر لصلاة الصبح الساعة الثانية ويبه وقت إندونيسيا بارد. فهل له أثر في الشريعة؟ ثم أمر أصحابه حي على الصلاة. حي على الصلاة كيف حي على الصلاة؟ أما مجنون أنت؟ ماذا بك؟ ماذا شربت بالأمس؟
الآن يعني قال أبو درداء الآن يعني وقت الصلاة أنا وقت الصلاة أي صلاة قيام الليل التهجد لا صلاة الصبح يا أخي اتق الله لماذا نتقي الله نحن سنتقي الله بالصلاة قال هذا لماذا وضعت هذا الوقت الآن ثم قال أنا وضعت أنا أضع الوقت لصلاة الصبح الآن الساعة الثانية يا أخي ثم قال فتجادلوا يا أخي ماذا شربت بالأمس وماذا شربت أمك حين ولدتك لا 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 المهم أنا أريد الآن فهل له أثر لا ليس له أثر في الشريعة لأن الذي يضع الأشياء محللة أو محرمة أو مفسدة أو غير مفسدة الشارع الله عز وجل ورسوله هكذا ما يسمى بالشارع الشارع الشارع الذي يشرع الشريعة والناس ليس لهم تشريع من قال هذا يعني أنت قرأت هذا؟ نعم أحسن الله إليكم وقال الشيخ والناس ليس لهم تشريع حتى نقول ما وضعه الشارع أو غيرهم نعم نعم طيب استمر قوله من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء مثلا كون الشهود رجلين. رجلين لا تقول رجلين كيف يشهد الرجلين في يوم القيامة نعم في الرجلين يشهد لكن لا رجلين أحسن لكم مثلا كون الشهود رجلين هذا الثبوت وإذا كان الشاهد قريبا للمشهود له فهذا انتفاء كذلك القرابة قرابة 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 كذلك القرابة سبب للميراث يثبت بها الإرث يثبت بسبب القرابة الإرث يثبت بها الإرث 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 واختلاف الدين ينتفي به الميراث أحسنت قول الشيخ رحمه الله من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ثبوت الحكم أو انتفائه نفوذ الفعل أو إلغاء الفعل أو نفوذ الحكم أو إلغاء إلغاء الحكم مثلا كون الشهود رجلين هذا الثبوت نعم الشاهد لابد أن يكون رجلان أن يكون رجلين نعم ثبوت الشهادة تتعلق بوجود الشاهدين رجلين من رجالكم نعم طيب وإذا كان الشاهد قريبا للمشهود له فهذا انتفاء ما المراد من ذلك فهمتم أم لا أما الشاهد من قرابة المشهود له فهذا منفي شهادته منفية لماذا لخوف تحقق الغش أو الكذب والخداع لأنه من قرابته نعم هذا من في مسألة الشهادة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم على كل حال هناك الثبوت وهناك اندفاع من الذي أثبت ومن الذي نفى الشارع من الذي أثبت هذه الأمارات يعني بأن وجود شهيدين من رجالكم فثبتت الشهادة بسبب وجود هذين الشهيدين من الذي أثبت هذا من الذي وضع هذا الشارع ومن الذي نفى وجود القرابة أو نفى صحة الشهادة إذا كان الشاهد من قرابة المشهور له من الذي نفى ذلك شارع طيب ثم وكذلك القرابة وكذلك القرابة سبب للميراث بالعكس القرابة سبب للميراث يثبت بها الإرث يعني بسبب هذه القرابة يثبت الإرث وجدت الإرث لهم لوجود القرابة
سواء كان من الأصل أو الفرع أو الحواشي، يعني العمام والخالات إلى آخره. وقرابة بسبب القرابة يعني يثبت إيش؟ الإرث. لكن هناك المسألة، يعني مسألة اختلاف إيش؟ اختلاف، لا تقرأ اختلاف الدين، perbedaan hutang lah. Nah, ini ikhtilafuddin. Fa ikhtilafuddin yantafi bihi al-miratha. Bisabab al-ikhtilaf, yani bisabab ikhtilafuddin fa intafa al-mirath. Ala fi hadhihi yani shajaratil shajar fi shajaratil usrah, ya. Family tree. Al-asl yaitu al-aba wal-ummahat. والفرع الأبناء. طيب الأبناء خلاص، أبناء الأم والأب، الأبناء بنت والابن. أما يعني تحت هذا الفرع يعني تشو أو ابن الابن، لا ما حجب خلاص. وأيضا الأجداد إذا كانوا موجودين فمحجوبين. طيب، كبير جدا صوت ما شاء الله. لكن الأب نصراني والميت المسلم، مسلم الميت مسلم، والأب نصراني والأم مسلمة، والابن كيف؟ والابن أو البنات أو الأبناء يعني أبو مسلمون مسلمون. فقال اختلاف الدين ينتفي به الميراث. فهل يعني حصل الأب على الإرث؟ لا، ما حصل. لا يرث الكافر المسلم، وبالعكس أيضا. طيب، ما حصل على الإرث؟ نعم، ما حصل على الإرث إن كان مسلما؟ كم حصل؟ كم حصل إن كان مسلما؟ ثلث، سدس بوجود الفروع. نعم، بوجود الأبناء. لكن خلاص لا، ما حصل لأنه كافر. طيب، هذا بسبب إيش؟ بسبب انتفاء، أي بسبب اختلاف الدين. من الذي قال هذا؟ الشارع. ومن الذي أثبت بأن القرابة سبب للميراث؟ الشارع أيضا. ثم جاء بوترا وهو قال لهذه العائلة الكبيرة: يا إخواتي اتقوا الله عز وجل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ما شاء الله، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه عائلة كبيرة لابد أن يكون فيه عدل. قال هذا: فأنا أقر الآن بأن الأب سيحصل على الإرث. فتعجب هذه العائلة الأسرة، تعجب لماذا يا شيخ بترة؟ الإسلام دين العدل، هذا قال. ها، على عدل الأب، لا الأب يحصل على سدس، أقول. ثم هذه الأسرة وهذه العائلة الكبيرة: لا لا، يا من أنت يا بطرة؟ أنا شيخ بطرة، هذا. لا لا لا، أنا عرفت بأنك بطرة، لست بطريا لكن أنت بطرة، أنا عرفت ذلك، ولكن من أنت؟ لست رسولا ولست نبيا ولست وليا، ثم لماذا أنت قد أثبت هذا مع أن الله عز وجل ورسوله انتفى هذا الأب بوجود السبب، يعني اختلاف الدين؟ فنقول يعني لا لا، وجودك يعني إثباتك لا يعني لا يغير الحكم من الله عز وجل. فإذا نؤمن بأن هذه الشريعة من الشارع، فتلك الأمارات سواء كانت يعني الثبوت وانتفاء النفوذ والإلغاء من الشارع،
لا اجتهادا احيانا نعم اجتهاديا ولكن بوجود النص لا اجتهاد مع النص احيانا هذه القاعدة يعني سنشرح ان شاء الله في الزمن يعني لا اجتهاد مع النص ليس مطلقا احيانا وايضا تفسير لهذه القاعدة لا اجتهاد مع النص لا بد ان يعدل بتفسير صحيح طيب سنشرح ان شاء الله بعد الزمن ان شاء الله تعالى واختلاف الدين ينتفي به الميراث طيب استمر احسن الله اليكم وقال الشيخ رحمه الله وقوله او نفوذ او الغاء البيع الصحيح يقول الشارع انه نافذ والبيع الفاسد يقول انه ملغى طيب ملغى 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 البيع الصحيح نافذ كيف يكون النفوذ يعني وقع هذا البيع صحيحا ومقتضاه نافذا يكون مقتضاه نافذا مقتضى البيع يعني التمليك لأن البيع مبادلة مال بمال على وجه التمليك فإذا المشتري يملك المبيع بعد شرائه والبائع يملك النقود بعد إعطائها هكذا نافذ والبيع الفاسد يكون إيش ملغى لماذا يلغى يعني يبطل يفسد فإذا النقود يعني تقدم مرة أخرى إلى المشتري وأيضا المبيع يرجع إلى البائع لأن هذا العقد إيش ملغى منفي صحته طيب وأما أحسن الله إليكم وأما وجه دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي فهو كون الشرعي جعل هذا السبب سببا فهذا حكم من الشارع يعني لولا أن الشارع جعل هذا الحكم سببا ما صار سببا ولولا أنه حكم حكم أحسن الله ولولا أنه حكم بأنه هذا شرط شرطا ما صار شرطا ولولا أنه حكم بأن هذا مانع ما صار مانعا الإشكال في جملة ولولا أنه حكم بأنه هذا الشرط كيف ما في كتابك يعني ولولا أنه حكم بأن هذا شرط ولولا أنه حكم بأن هذا الشرط شرطا ما في كتابك اقرأ في كتابك ولولا أنه حكم بأنه هذا شرط شرطا وجود ضمير هو بعد أن إشكال إشكال أيه هو لسنة هو ضمير شأنه وإيش أيه هنا لماذا ولولا أنه يعني أن الشارع ولولا نفي ولولا أن الشارع حكم بأن هذا الشرط شرطا مع ما صار شرطا بأن هذا الشرط بأن هذا الشرط ولولا أنه حكم بأن هذا الشرط شرطا ما شاء الله على كل حال الأمارة من الشارع الحكم من الشارع فإن كان الشارع لم يحكم هذا الشيء سببا ما صار سببا فوضع السبب ووضع الشرط شرط من الشارع وأيضا وضع الثبوت والانتفاء وانتفاء والنفوذ والإلغاء من الشارع طيب إن شاء الله نكتفي بهذا وسنشرع مرة أخرى إن شاء الله في الأسبوع الآتي لأن غدا أنا يعني عندي انشغال كثير ما شاء الله سنستمع إن شاء الله تعالى في الأسبوع الآتي إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير الجزاء على حسن حضوركم وحسن استماعكم ونفع الله بعلومنا الإسلام والمسلمين وجعل الله علومنا حجة لنا لا حجة علينا ونسألك سؤالا دائما
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونتقي الله بعلومنا وبأعمالنا ونسأل الله عز وجل الهدى والتوفيق والسداد في قولنا وأعمالنا وطلبنا العلوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته